هاني راح يروح هلا هلا. معنا، ممكاله راح يضل مع باريو لبين ما يتاه السيارة، ماني ليكين ماشي معنا. السيارة رجاء لا تخلطوا بشخصياتنا بالالعاب وشخصياتنا بالواقع، اي شخص راح يروح يسب او يتنمر على يوتيوبر بالتعليقات راح ياكل بان من عندي. شخصياتنا يلي باللعبة ما بتمثلنا ابدا، مجرد شخصية للتسلية والترفيه مشان تنبسطوا انتو، نحن بالواقع اصدقاء واخوات. اوكي كلكم شفتوا فيديو ممكاله، شفتوا كيف هجم على بيسي بالاكس وريد الحيطان واخذ الشغلات. طبعا شباب هذا رح يكون له فيديو خاص فيه رد خاص، ما رح احرق عليكم. يوم الجمعه استعدوا لرد قاتل حارق متفجر. الرد بيكون شباب مو من الفرن، من البراكين مطالع له اياه لهي السرقه اللي سواها. ولكن شو السبب اللي خلى ممكالو يجي يسرق بيسنا من الاصل؟ شو اللي خلى ممكالو يطول 3 ساعات يضرب حيطان بالاكس؟ رح انا تعبت عنه ويسوي هذا الشيء، رح تفهموا كل القصه بفيديو اليوم، وفيديو الرد الحقيقي للسعب بيكون يوم الجمعة. على كل جايز لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، وشوفوا كيف بلشت القصة. بأحداث الحلقة اللي راحت شفنا ممكالو قرر انه يجي وينضم لتحالفنا بعد ما قلنا انه غدر بتحالفه، ولكن بسبب ماضي ممكالو الاسود ما قدرنا ندخله بسرعة، وكان لازم نفرض عليه شغلات الا وهو انه يجيب لنا هاني عايش لعنا ويسرق سيف الكتانة. وصارت احداث بالحلقة اللي راحت، اللي حابب يفهم اكثر يحضرها ويشوفها. بحلقتنا اليوم دخلنا مثل ما قلت لكم كأي يوم طبيعي، ولكن ممكالو مو موجود، وحلقتنا اليوم هي السبب اللي خلى ممكالو اللي شفته بفيديو امبارح يسرق بيزنا. طب هومي ايوه شوف ابو السيك شو عم يكتبوا. اخونا ممكالو نسيان بيس ومفتوح، نسيان لويتو بالبيس والسياره وكل اغراضه. اوكي تعال شوف السربرايز اللي لقيناها يا اخي، نسيان كل شيء مفتوح، يعني فوق ما سكرنا لك اياه وحافظنا على لوتك، اخر شيء بتجي بتريد بيسي، وما جزاته الاحسان الى الاحسان يا اخي، مو تجي تريدني وانا عم احميك. زاك كان اي جوين يور تيم؟ بعد الباريو بده يجون لعندي، مجرد مسحه من باريو، ولكن شو هدفها ما بنعرف. على كل حملنا كل لوت ممكالو مثل ما شايفين والبيت وقفلناه عليه ورجعنا لمقرنا، ومن هون بلشت تحديدا تنكشف بعض القصص. اجاني اتصال من باريو. ايه معلم، ايش صاير؟ هي القصة اللي صارت اليوم وكذا، اليوم لما دخلنا كمان فكرنا في حدا عامل هيك قصدا، او طلعت بالغلط ممكالو هيك مساوي، هو شو صاير؟ ومثل ما سمعتوا ممكالو كان عند الشباب، ليش ليروح لعندهم؟ هو انه غدر فيهم وخطف هاني. ما ممكالو ماله مفهوم مع مين؟ ممكالو على كل حال مستحيل يدخل على البيس ممكالو، تمام؟ هذا مو معروف مع مين. فهمت كيف؟ ما دام سوى فيكم هالحركه معلم، احتمال يسوي فيني هالحركه كمان تبع العلم. لا هو صارت مو بقصده، يعني مو بقصده. والله انا لا اثق، ما في شيء اسمه ما بقصده، فهمت كيف؟ واكيد تتذكروا بالحلقه اللي راحت هي اللقطه. اللي حاول ياخذ العلم. هي علم؟ ايوه. هذا علم؟ ايوه. يا ولد كيف ما بعرف كيف اخذه. انا بعد ما سمعت ايش صار فيكم خفت منه، سحبت اغراض بيسي والسياره من تحت ايدهم علي، شلحت صلاحيات اللي جنبي كلها. صحيح ما هذه جربكم ما في عنده فيس ثاني انا بعرف. شلون الجوكر بيكون كان معلم؟ وين ما تحطه بيركب، هو هيك كمان وين ما تزته فورا الراكب. رايحين على السجن، بالاضافه ناطرين الشخص الرابع يلي راح يفوت معنا بالكلان اليوم. I love you boy everybody ladies and gentlemen welcome ببس البونش للعياد، نقدم اليكم اليوم حمادي بدور ملك الاعياد بعد ان سيطر على الاعياد بالبث اللي راح، وقام بجيب ام العيد وفجر السياره، ومعنا هم بجور لا تلحقني انا دائما AFK. اوه ماي جاد. وبالاضافه شباب راح ينضم لنا بوزو، اللي ما بيعرف ولا بوزو ابو دقور. ابو دقور اليوم مدقره معه لانه القطار تاخر عليه وسحب عليه. وان مومنتو يا جايز، كاني لمحت شيء غريب. يلا انزلوا، لا تنزلوا، في شيء غريب على البلكونه شباب. شنطه كبيره والله يربك والله، تبع 0.5 والعيد كمان. حلو، نسيت عدو لابي يا اخي، كله مدروس. ما انت ما تعرف في مشكله صايره عند الشباب، وقررت انه يهجم عليهم، قلت بلكي يتصالحوا ويرجعوا يتفقوا علي. ابو حده ينشر المحبه. مشكله ما تعرف ايش لازم نسوي الحركه اللي ليش؟ ليش؟ مشان يتصالحوا مع بعضهم ابو شريك، يقولوا زاك عم يستقوي علينا، فهمت شلون؟ ايه. شوفوا شباب، راح اسوي حركه مداله، بس الهدف منا اني ارجعهم وصالحهم مع بعض. يا اخي لا تمدح يا اخي، والله ازعل وقت حدا يمدحني. كم انت كبير
خلوا عينكم مفتحة. اخاف ناكل قتلي ونرجع. ولا اخاف نكون مع بعض. جايز ثواني ايه كان عندي خربان. شباب رح نضرب طلق شوي تمام. ضعينا بحدو انتبه لكون في الغام بالارض. غريب جدا هدوء تام وما في حدا عندهم بالبيس. العتم الحلو اللي باللعبة. ايه بحدو نكب القنبلة وننهزم ولا اشتغل. اجد دبل عندي. عم يضربك. حتى بعد اطلاق النار ما سمعنا اي صوت. اوكي اوكي اتوقع ما هو انا. الو تسمعوني؟ ايش سوى اخو؟ ايش سوى فيك الزومبي؟ ما عم بسمعكم ها؟ والله ما عم تسمعنا. اللي بده يعرف ليش السبب ما نحن سبحان الله ما نحسين شباب العيد يعني دمنا. يعني هيك اختصاصنا يعني قلنا له حميدي في اثنين سي فور مو واحد. اخونا قرر يفوت من جوا. طبعا ومثل ما قلت لكم عم نستنى الشخص الرابع اللي ينضم لنا وما في اي شيء حاليا لسه وهدوء جدا داخل السيرفر فقررنا نروح نطالع كرت اخضر ونسوي الكيل بوكس مره ثانيه. في واحد مقلد شلون؟ اوف تمام الحومه شفت شلون؟ قلت لك ليش هاد شباب؟ تعال عفوا تعال خلينا نخلص طرف تعال. ايه رصاص كثير ليش قاطعني بحاجة؟ ايه في ميني يكرفت لك. وبالفعل لقينا الشيء اللي بدنا اياه. ويا اخي نيتنا يا اخي ايه صفي النية صفي النية وين نروح معلم؟ نام بالبرية نام بالبرية يب دونت موف يعني جو. انا معي ام بي 5 وفي معي ماجو كمان. هاي ام بي 5 جديد تعال ام بي 5 جديد شوف نشوف هاي معلم. شفت هاي تعلحوا عملوا امباك. اوكي سي فور تخبوا 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 جوا. او ماي جاد كويس ما صار الجلتش. وحرفيا هدوء مو طبيعي مسيطر على السيرفر ولا اي شخص عم يحكي بالداخل فقلنا نروح نسوي معناها الكارت الاخضر. شباب انسوا اسحبوا على ام البنكر على الاخير مباشره على الارمري. زبطت ما زبطت معلم. واو يا حمار هذا متفجر عند همه عندي وراي. حدا يفجره هذا ينزل بسرعة. بلشوا انزلوا انزلوا رح يجي لالي. انزلوا ورا بسرعة بس رح يجي لالي لأنه شايفنا. لا يلا بصوت تفجر كيف عندي هون. لوتو عنده وايف برا ولا ما عندنا مودين بطرونك بعدين بجيبه معي. او ماي جاد والله عن جد طلع شلون قتلهم كلهم بياخذك يلا يا رب. سوري عم نعبطت شوي قاعد ينقص وقت كمان كل ما خربت. It's more fun دوليك. اوكي ليتس جو نايس اذا ما في سي فور ما رح نعذب حالنا. اوكي رح يجي يلا يصير لاقع بيسحبني لورا يا شباب موت. اوكي اكمل انتوا حموني رح اكمل. اوكي فتحت هاي شباب بدي هدول انا الازرق ما معي انا كمان بس اسمع كل الهدف. قلت لكم جيبوا الازرق معكم انفكوهم من البيت حكيت انا. يب مشان نجيب ام العيد اكثر ناقصين اغراض وما جايبين كل الاغراض معنا وما فينا نفتح الاغفال. نفتح الباب؟ افتحها. او ماي جاد يب انا ديب. وين راح ذاك؟ او ماي جاد طلع كم واحد؟ ما بدك برا ولا جوا؟ انا جوا. جوا ما نحسن خلص راح وحتى جثتك بتروح. بالاضافه فقدنا السرفايف للصغير جوا، يعني جبنا العيد مزبوط. درع وخرا. قتلتهم انت كمان؟ ايه قتلتهم كلهم جاي هذا بلش بالفايت سيح سلاحي معلم.
معلم اعمل هذاك عمله وين البزبيز عم تفرق انا على فكره والله فجاه بتصلني رساله داخل السيرفر من باريو سياره باريو عم بيحكي معي ثواني باريو عم بيقول لي خرج فزعه قلت له ها على مين الفخ اخي باريو طلب مني فزعه ولكن توقعته انه يكون فخ لحتى هن يخطفوني بوزو وصلنا اما ما خاف ايش لابس منور لك معلم منور ايش العسل واقف هاني عم بكتب جي جي نايس لوت غريب جدا هاني لمين عم يكتب جي جي اخذنا اللوت زيزي يا لزيزي اوه سوري والله ضربت يعني اوه في سيارة هاي باندج لا في سيارة شيلون وهاي هاي دواء يا جماعة بوزو وحميدي في صوت سيارة ثواني شوي يو معلم تعال شوي الهانتر تعال والله ما معي شيء حرفيا ما معي شيء معك سكوب عليها؟ لا لا على الباب انا واقف اوكي اوكي بوزو افتح لي والله بعطيك راسي بعدين اسمع هلا حبيبي هذول غدرونا على اساس روح اخطف مكالو ومدري شو على اساس اول شيء يخطفوني بعدين يجي مامكالو يجي مامكالو على اساس انه هيك يصير حركه ونرجع نخطف مامكالو تمام اوكي عم رحت انا لعندهم وربطوني ومش اخذوا كل شيء وراحوا تمام انت ومين رحت لحالك لحالي رحت على اساس شو نلعب انا وهاني على مامكالو قام عن جد لعبوا علي الاثنين لعبوا علي وشلحوني كل اغراضي وروج مع مين روج بيتو روج راح يشوفهم وين مكانهم ما اتوقع روج معهم كمان اخي مبيني انت كمان تثق بهاني يعني هاني رفيق مامكالو مبيني ما 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 ذاك اليوم لما انتم خطفتوه اجيت انا حقت ومامكالو اللي كان لا مسعيل وسخ شلون ينسى لك الحركه والله ما بعرف انت وين خطفوك بالضبط باي منطقه ببيسون ولا خطفوني جنب البيس تقريبا قريب من البيسي روج معك بالتيم غير روج معي يعني راح نكون سته نحن ما لهم فول جير كامل وما هون ام بي 5 بغزل واحد رو هي هاني شو اسمه مامكالو ما بعرف شو معي بس معه اس فاج اوكي اوكي معناها ايش ما يطلع من الجير خذوه لك لانه جيرك كل شيء لك بس ما بدي شيء انا ما بدي شيء برجع لك سيارتك وجيرك اوكي وبس انا بس راح افزع لك اوكي انا ما بدي شيء ابدا والله كفو اوكي بدك جير من جوا نعطيك جير هلا ولا عندك اسلحه لا بس بيس. اذا في معكم سلاح زياده اعطوني اذا بدكم تضيفوني على التيم كمان تضيفوني كنت اخذ هاي السياره خذوها ايش رايكم ما ايش بدي اخذها هي السياره هي سياره هاني اصلا تعال عن جد عن جد غادرينه على اساس كان رايحين متفق هو وهاني انه يخطفوا مامكالو ايه راح مامكالو وهاني خطفوا له شلعوا كل جيره فهمت كيف فالزلمه عم بقول بدي فزعتكم بده سلاح يعني بده سلاح وبده نروح معه اوكي هاي سلاح هاي سلاح معلم خذوها هاي السيارة خذوها فوتوا لعندكم بدنا نروح بسيارة نروح بهاي نحن مشكلة نروح سيارتين هاي مضروبة والله وينك ما بتمشي كل شوي بتمشي بتصحي أكيد كلكم فهمتوا القصة وما في داعي للشرح وعدوي تحول لصديقي وطلب مني فزعة وحياة الله والله لا أنا واثق فيه خلاص أنا أنت خلص كلامك أنا واثق فيه أنا رايح أفزع لك لك أنا مالي دخل باللي راح يصير أوكي بس وينك اقول لك شغله ما في شيء خلينا نروح لا توثق فيه هذول الاثنين ابدا هذول ابدا مستحيل اوثق فيهم والله العظيم كيلو الحبوب معك في حال باريو بس خدنا على الكازيه هلا بدل لك انا وين اوكي ليش الزمن تعب بعدين تقوى طلعت دوس معهم على 120 دي اخذنا لعندهم فهمت كيف بس بدون مو سلمنا نروح نسوي كمين نحن نطب عليهم غدره يعني والتانة تحت الشجر ما بنقول شجر بالضبط ما نعرفش قد لسه بعد سيارة في ناس هذا روجر قدامنا اوكي روج يب احسن تقسموا هلا بالشباب هلا روج هلا والله اوكي انا قلت له لباريو انا الجير ما بدي انا جاي افزع لكم ها السيارات والجير كله والله كفو يا زاك كفو طلع سلاحك بس بدك بلشنا نجتمع ونتوحد وكنا متوقعين انه يكون في كمين لباريو انا ما اعرف طريق باريو سبانا يا شباب احس هاني عم يبعدكم عن بيسكم في شيء بده يسويه هاني عم يشلفكم هاني عم يسوي كل عم يشلفكم لبعيد عم يشتري وقت يعني هاني وكل شوي يغيروا مكان اللقاء لانه انا دورت بالبيت وكلياتها ما لقيتهم ابدا في عندي خطة انه تطلع سيارة فيها واحد يمشي قدامنا مشان اذا انفجرت السيارة اللي فيها واحد قول سيارة روج كويس لانه تطلع دخنة الا لا باريو واقف
ماريو وقف باريو وقف علي لا 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 باريو خلي سيارة تطلع تمام قدامنا هي شخص واحد ما بدنا نخسر شخص واحد انا بطلع انا بطلع في حال ذاك هني بدهم انا وباريو خلينا نروح مع بعض اوكي عشان الهمون شوي كمان اوكي 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 وصلنا للمنطقة وبلش وقت التنفيذ باريو باريو سمع باراك شوف حالي اوكي نزل من هون نحن ايش رايك والله فكرة ايش رايك ننزل من هون انا نحن رح ننزل من هون وهي بهاي المدينة صحيح بهاي المدينة ايه هنا يب يب يلا نحن رح ننزل من هون ونحاول نكفركم اوكي ايش الصوت طلق في طلق صار عليهم طلق ضرب يب 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 في حدا رشنا فكرة يب يب وزي الطلقة اللي عندي صاحبه مقابلهم هن مقابلهم الطرف الثاني بس من وين صار الاطلاق شباب ما بعرف اتوقع اني شفت حدا اتوقع اني شفت حدا يب في عندي كلير شوت على واحد من وين بده يكون هذا بالاصفر عند الكنيسة لا 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 بس احمر انا عم بقول له ليش عم زدت عليهم قنابل واحد هداك عم يمشي مين هذا روش اللي لابس اصفر معنا هذا روش روش والثاني اوكي ايه يا شباب لا تقربوا على الشباب يا جماعة لا 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 اسكتوا وراه شفت واحد روش 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 هذا روش لا لا الاصفر روش 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 هذا اللي وير ار يو جايز واي يو سكيرد كم فايت اس ايه روج هذا روج مثل ما ضربته نحن بندخل بالاخير اوكي خلي اول شيء الفايت هذا بس هون يريح انا روج عندك هلا اضربه معلم ليكون عندي هنا يبي بالبرج هنا بالبرج بالبرج هذا بالبرج مو ورا البرج لا ورا البرج شفتهم ورا البرج شباب ورا البرج ورا البرج يا بليكون هلا برا ثاني ليكون لا ورا مو جوا البرج بالبناء برا البرج اشتباكات عم بتصير شباب انا اقوم باري جنبي هالبناية هالبناية يمكن تتكلم قتلني جوا البيس وين؟ اي جوا جوا البيس مهلا قتلني توقع جوا البيت يب جوا البيس جوا البيس اي طابق هن؟ شلون كامشين؟ بالطابق الفوقاني الطابق الفوقاني بالضبط في درج واحد لفوق هيك هن اوكي شباب خلينا نحن اول شيء هذا مثل ما سمعتوا هاني وباريو اشتبكوا مع بعض ولكن باريو فكر انه هاني قتله وبالعكس صارت القصة اثنيناتهم قتلوا بعض والفيديوهات على قنوات الشباب فيكم تحضرون وتشوفوا المعارك من منظور ونحن بارض المعركة ما كنا عارفين انه هاني ميت وبقيان ما مكاله فقط لوحده هما تعال معي ادخل قدامي ادخل قدامي ادخل قدامي ادخل قدامي هما بهالبيت اطلع 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 لفوق اطلع لفوق زومبي ايه بس مش شبابيك هي بتطلع على عندهم فهمت كيف؟ تمام ايه بنا جوا زاتي اطقم بلي اوكي يا عفو الله ما بعرف اذا حدا مات اما انت؟ اه قتلته مامكالو عندي هيل صح عليك يلا تحشوا تحشوا كل يدخل يلا همات المامكالو مفكرين انه هاني بقيان لسه تخلت انا مين مات؟ باريو اوه بعد 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 اسمك اه بهالباب يمكن هون مين لا لا انا معطي بري فاير معطي فري فاير مو هون هاني شباب ما بعرف قتلته ما بقالوا ليه ايه ما بقالوا مات واحد يبندج انا ضربت ماشي ما بعرف شو يا هاني ما طلعتهم فوق ما شفت حدا طلع هاني طلع وينك ثواني باريو انت هون متت معناته هاني هون هون متت انا فوق قتلني هاني مدري تحت والله ما بعرف لا دورتهم ما زتيتهم بلي كمان ما شفت حدا مستحيل يهرب وين سيارتهم شباب وين سيارتهم شباب تعال على هذا البيت شباب هون شباب هون عندي تعالوا شوي جاي لانك هون انا متوقع هاني يتخبى هون طيب ادخل كوبا لبسوها هاي رح افلش انا رح افلش اوكي اوكي فلش تمام اوكي ادخلوا ما في حدا ما في حدا لا هاني طلع مطلوب راسك والله ولهلا ما حدا منتبه انه هاني وممكالو ماتوا بنفس المدينة وراحوا واثناء عملية البحث وصلت رسالة لوك اذر سايد ليكو الطرف الثاني وينه؟ وين بالطرف الثاني؟ الطرف الثاني بس مو مبين ليكو عم يهربوا اثنين هني مين هذا قدامك ذرا؟ عندي سيارة هني
واحد انكسر رجله على السيارات، على السيارات واحد انكسر رجله. والله صبت واحد انا بعد فتره. اتوقع في لغه، ما انتبه باريو. خلينا نطلع قدام. ايه وين سيارتي طيب؟ الله يستر فرينك انا وانت. انا حس دخي راح يعلق. تنزلوها؟ اوكي. شباب اكيد هن راح يعرفوا انه جايين احنا من هذا الاتجاه، بيكونوا متقدمين اكثر من هذاك الطرف. هلا اسمع روزاروك، اني هربوا من هون من عندي. ها زومبي نايم هون. نجيب الاثنين نربطهم الاثنين معلم، شو رايك؟ اوكي شباب خلينا جنب بعض، خلينا جنب بعض، خلينا جنب بعض. اوكي لحظه لحظه يفترق. يا ريح ليكن هون بهذا الطرف، ليكن ليكن عندي عندي عندنا مات عند الشباب. رورو بالاخير قرروا انه يسلموا حالهم ولكن للتفاوض. وين هون؟ عندي عندي رفع ايدهم. ليكن عندي عندي رفع ايدهم. ايه عندي عندي هنا. والله لا تطلع بروحكم والله. يا شباب جاي اسمع بدك جيش كم واحد شباب؟ لا لا شباب والله ما عندك، باريو باريو اصبروا. شنو الغباشة؟ والله انا كملت شرطي وهي سلمناك ياهن. ما انزف ما انزف. وين سيارتي؟ وين سيارتي؟ مبروكين عليكم شباب. والله قاتلتني. خذ خذ خلي ممكالو يربي ثاني، خلي ممكالو يربي ثاني. سكر الباب سكر الباب. ربطوا ربطوا ايدك يا غالي. هلا ممكالو عساس صرت صاحبي يا شيخ وحركة. شفت الغدر ممكالو؟ لو سمحت هذا موضوع ثاني لو سمحت. اوكي ربطوا يلا. اوكي طالع شكله مثل جون مي. يلا طلعنا تحلم باحلامك هتك من طلعنا. سيارتكم معنا يا حبيبي ما في. هاني راح يروح معنا، ممكالو راح يضل مع باريو لبين ما يتاق السياره. ماني مشي معنا يلا شرف. اخترقنا محمود. اعطيني الكبل محمود. هو عاشق كبل وعد محمود. باريو خبرني ايش تصير معك. عم يقدر عم يقدر عم يقدر عم يقدر عم يقدر. هلا وين تعال بس خذ بنطلونه يلا. وينه؟ هاتوا هاتوا هداك. وينه؟ تعال تعال هاني تعال. هاني اوكي اوكي تعال. اوكي السياره وين هاني؟ انت رهن الاعتقال. لا اصبر اصبر. ها انا شو بيضمن لي حياتي اذا اعطيتكم سياره؟ اعطيني السياره بدي ضمان. يا حبيبي انت رهين لما توصل السياره ورح نبعتك سياره وكامل اغراضي مع الاسلحه ومع كل الاغراض. اجت السياره اجت السياره سياره اجت. معناتها ممكالو راح جابه راح جابه. لا بدي افعصكم بدي افعصكم بالسياره. تعال تعال هون تعال. دولاب انفجر بعد. اطلع بالسياره اطلع بالسياره. انفجرت انفجرت. انفجرت؟ وين السياره الحمراء؟ سوري معلم انا فتحت عليها. اطلع بالسياره يلا اطلع بالسياره. جوعانين جوعانين لو ما في لحم اليوم نتعشى اخذينه. ممكالو راح غدر فيك وانا رحت ساعدتك وبتجي بالاخير بتغدر فيني؟ دعما انا اجي انا اجي ساعدك على بيتك ولا بيت نزار؟ شلون بتكون تسوي؟ انا جاهز انا معك. طبعا ما راح نزل كل المحادثات، كل شخص منزل بقناته المحادثات اللي صارت بينه وبين هاني ومثل ما شفتوا كان معهم بالسياره. يعطيني كمان انا لا عيونك لا عيونك. هاني 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 نعم نعم جبت لك شغله هديه رجع لك اياها. ايه طلعت فخم. انتوا بتعرفوا انتوا واثقين من الحركات ما تعملوها فينا. يلا اطلع تعال شوفوا جميعا راح تندموا على الحركه. اوكي يلا تعال اطلع. من اي مسبيت حالك ما دخلك. ذكروا بالكلمة تبعت امبارحة لما مكانوا عدو عدوي صديقي. حاسس حالنا نحن موافية بالسيرفر. دي صح. معلش ما نجايبينك نحن نطعميك ونشربك ونفتح له الباب روش. بالنسبة لنا نفذنا شرطنا من الاتفاقية وصلنا هاني لمقر الباب الثاني يا لا لا هذا الباب خليك لابس بابين عاملي. ضل واحد برا. اوكي بلشوا تفاوضوا مع من كان. ايه معلم اسمع حبيبي اسمع احكي مع رفيقك وقول له يجيب لي السياره والاغراض اللي فيها كلها. صوت 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 لا تحكي. انا ارفض النقاش، كل شيء بيادي مربوطه. هذا بدي محامي غير هالكلام معي. تذكر طابت رجلك من الرصاصه اللي اكلتها هاني؟ يعني شوي في معنى اتوقع معنى رجلك الثانية غيراني منه ما؟ حبيبي اسمع اسمع الوضع اختلف كليا. انت لسه راسك حاملك ومفكر هاي الشغل كثير. اسمع انا برايي انا برايي تمام
خلي يحتفظ بالسيارة. عندنا سيارات كثيرة معلم، ما في مشكلة. بس اللي أحلى من السيارة، اللي أحلى من السيارة راس هاني معلق قدام باب بيسكن. أصلي أصلي والله أصلي. سيارات سيارات وجير مليانة معلم. يعني أنا هذا نروح على الخطة باء. سؤال قبل سؤال بعد شوي. معانين عني شيء بالمدينة قبل ولا؟ واحد غدا. الهاني. كيف بدي أقول لك ناصب عليكم يعني. فأنا صراحة شفقت عليكم. آخر كلمة هاني. أول شغلة اسمع آخر كلمة رح لك إياها. رح أرجع نوه على شغلة شباب، شخصياتنا بالألعاب ما نعلها بشخصياتنا بالواقع، وكل شيء عم بتشوفوه قدامكم لا متاعكم وتسليتكم فقط، فلا تخلطوه. لا حدا يروح عند التاني ويبلش يسبسب وحركات دعس عليك وجابك وما بعرف إيش. الوضع رواق. لوز عم شوف كيف هيك جيش محاوطين من الجيش شباب. لا حدا يعطيهم مي، لا حدا يعطيهم مي، القنينة فاضية. خد بالارض، لا حدا يعطيه باريو. لا لا خليه، بدنا السيارة، بحاول نجيب السيارة. هاي فيها مي، انا معبيها مي. اضرب يا راجل، خليه يشرب. احداث كتير صارت ومحادثات طويلة صارت، وما راح اقولكم ايش صار مع هاني. كملت الفيديو بتلاقوه على قناة هاني وباريو. انجوي جايز، انجوي. كان الباب عم يفتح لحاله. سلام. يلا جيجي. تمام يلا خلصني. لهون رح وقفون هي حلقتنا لليوم. اتمنى تكون عجبتكم الحلقة، ومثل ما شفتوا هذا السبب اللي خلى ممكالو يهجم على بيسنا، وهذه كانت شرارة المعركة بيني وبينه. طبعا ما راح احرق عليكم، بس يوم الجمعة رح يكون في فيديو حارق خارق متفجر شباب. مرة تانية اتمنى تكون عجبتكم الحلقة، لا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم الاشعار بالفيديو الجاي، ومن هون للحلقة الجاي. بونشاويين باي. We gon' make the dang go. We gon' make the dang go. We gon' make the dang go. We gon' make the